السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انا راح اخذكم ماده اسمها ريل تايم سيستم ديزاين. ماده سهله وحلوه ومفيده ايضا. انا العام جيتكم ماده المعماريه اللي احنا اخذنا الـ 8085 والـ 8086. طبعا احنا الريل تايم سيستم ديزاين المواضيع هو تكمله للمعماريه لكن بصوره اخرى. احنا بالبدايه راح نحكي على الانالوج تو ديجيتال، بعدين ندخل بالريل تايم، بعدين ندخل بالسيجنالز والترانسديوسرز وغيرها، وبعدين راح ندخل بمواضيع جدا مهمه اللي هي اغلب الماده، اللي هي الانبوت اوت بوت ديفايسز. يعني اللي هي احنا العام مو قلنا ان اكو مايكرو بروسيسر واكو العالم الخارجي. هذا العالم الخارجي شلون داير يربط مايكرو بروسيسر؟ عن طريق انبوت اوت بوت ديفايسز. هاي طبعا بمرور المحاضرات راح نتعرف عليها. طبعا مثل ما تعرفون الوضع الصحي اللي يمر به البلد والكره الارضيه عموما، التعليم شو راح يكون السنه؟ انه النظري راح يستمر اونلاين، والعملي راح يكون عباره عن مره واحده بالاسبوع ناخذ به المختبر. تمام، أنا إن شاء الله كل يوم اثنين أرفع لكم محاضرة، يعني مثل العام تقريبا، يعني همين بي دي اف بالمحاضرة، تمام، وراح ينزل فيديو توضيحي لهذا البي دي اف. فأنت شو تسوي؟ البي دي اف تسحبه تطبعه تفتحه على لابتوب على تابلت، بعد تشوف أنت شلون يعني شلون تحب تقرأ، وتشغل الفيديو وتخلي البي دي اف قدامك وتقلب. يعني انا راح اشرح لك المحاضره، تتفرج على الفيديو وباوع على البي دي اف، وان شاء الله ورا ما تكملها اذا عندك سؤال تقدر تسالني، واذا ما عندك سؤال يعني ان شاء الله خير، وتقدر تسالني عن طريق الايميل وعن طريق المعرف مال التليجرام. تمام، طبعا مثل ما قلت لكم المحاضره تنزل كل يوم اثنين، لكن اليوم شويه صار تاخير، يعني خلل كان عندي بالانترنت وايضا خلل بالحاسبه، فبما سويتها فتاخرت شويه المحاضره. وهسه راح نبلش وياكم بالمحاضره الاولى مالتنا. عنوان المحاضره مالتنا، المحاضره الاولى، اسمها انالوج ديجيتال كونفرتر. انالوج تو ديجيتال كونفرتر، راح نجي نعرف شنو الانالوج سيجنال، شنو الديجيتال سيجنال، وشنو هو هذا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. تمام، طبعا الحقيقه بالمناسبه هذا الموضوع يعني تعرفوه من العام، الديجيتال والانالوج، لكن هي خلينا نسوي ريفيو سريع لمود ندخل بالمحاضره مالتنا. تمام، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هو عباره عن الكترونيك انتجريتد سيركت، يعني هو عباره عن دائرة متكاملة إلكترونية، إلكترونيك إنتجريتد سيركت، اللي تحول للسيجنال من أنالوج اللي هي كونتينيوس يعني مستمرة إلى ديجيتال ديسكريت يعني مكممة أو محددة. تمام، زين. بس طبعا بالمناسبة الأنالوج تو ديجيتال كونفرتر يرمزوا له هيج أي دي سي، يعني انالوج ديجيتال كونفرتر، واكو اي دي، يعني اكو مصادر تذكره هيجي اي دي سي يعني انالوج ديجيتال كونفرتر، واكو بعض المصادر لا تذكره اي سلاش دي، هم نفس الشيء، هم يعني انالوج ديجيتال كونفرتر. اكو بعض المصادر يكتبوه هيجي اي 2 دي، واكو بعض المصادر لا يعني اي 2 دي يعني اي 2 دي، اي وحده تقرون من هذني يعني انت جاي تتعامل ويا شنو؟ انالوج تو ديجيتال كونفرتر. تمام، زين. هسه هذا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده يقول شنو شغلتي؟ ده يقول شغلتي يحول هاي السيجنال الانالوج، اي سيجنال انالوج، زين، لمن يحولها الى ديجيتال. زين، الانالوج هو شنو؟ الانالوج سيجنال هي يعني كميات قابله للقياس بشكل مباشر. الديجيتال ياخذ قيمتين، بالحاسبات ياخذ اما صفر او واحد، يعني باينري فاليو اما صفر او واحد. تمام، زين.
الأنالوج هو أي شيء موجود بالطبيعة، يعني مثل صوت الرياح، صوت الشلال، صوت العصافير، يعني أي شيء، الحركة مال الهواء غيرها، هاي كلها عبارة عن أنالوج سيجنال. زين الديجيتال شنو؟ لا، الديجيتال هو من صنع الإنسان. يعني الانالوج هي عادة احنا ايش بنقول؟ بنقول الشغلات اللي هي موجودة يعني بالطبيعة، يعني الانسان ما يقدر يصنعها، اللي هي يعني رب العالمين خلنا اياها بالكرة الارضية. الديجيتال لا، انه هو هيومن ميد، انه البشر صانعها. ما زين قبل الكرة الأرضية كلها، هاي الكرة الأرضية كلها كانت أنالوج، والحياة طبيعية وماشي الأمور، لحد ما في فترة من الفترات جوي ناس اخترعوا الديجيتال. زين صار عندي هسه أنالوج بجهة، صار عندي ديجيتال، فوصلنا إلى مرحلة ما أنه لازم نلقى فتشي يحول لي الأنالوج إلى ديجيتال والديجيتال إلى أنالوج. لازم، يعني بهيج حالة شلون احنا قبل ما وبعدين هو هذا الشيء ادى الى انه صنعوا الـ A to D كونفرتر. زين ليش اخترعوا الديجيتال؟ يعني هو قبل كان بس انالوج، وبالمناسبة يعني الحاسبات اول ما طلعت ترى كان شيء اسمه انالوج كمبيوتر، يعني كمبيوتر بس هو عبارة عن انالوج، حتى استخدموه يعني بالحرب العالمية الثانية. ما احنا نريد نعرف الديجيتال شنو، ليش اخترعوه، وبعدين على مود نعرف انه ليش اخترعوا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. بس احنا نعرف الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اخترعوه على مود يحول الانالوج الى ديجيتال. زين الديجيتال ليش اخترعوه؟ احنا بداية الفيديو ايش قلنا؟ قلنا انه الديجيتال هو البشر صنعها، والانالوج اللي هو الموجود بالطبيعة. الاشارات الانالوج احنا اللي دا يصير عندنا شنو؟ هاي الاشارات الانالوج، اي اشارة انالوج تكون كلش معرضة للضوضاء، للنويز. مثلا عندي اشارة بهذا الطرف اي، وهذا الطرف بي، عندي إشارة أريد أنقلها من هنا لهنا، من راح أنقلها هنا بهذا هنا أثناء عملية النقل، هنا أكو نويز، أكو ضوضاء، أكو مدري شنو، ما راح توصل الإشارة مثل ما هي، راح توصل متغيرة. زين هسه يجي واحد يقول زين العد بالديجيتال شنو النويز ما يأثر؟ لا هسه راح نجيها بسرعة. فلذلك الأنالوج هو شيء مو براكتيكال، يعني فشي مو عملي، ما اقدر انقل مسافات بعيده، بنفس الوقت انه معرض للضوضاء. زين بنفس الوقت الانالوج من المساوئ انه ما اقدر انجز بيه عمليات حسابيه معقده. زين اجوا العلماء اخترعوا المايكرو بروسيسور، اللي هو اختصاصكم انتم طلاب حاسبات، هو اختصاصك المايكرو بروسيسور. مايكرو بروسيسور شافوه ما يقدر يتعامل ويا انالوج، فشنو اجوا اخترعوا عالم الديجيتال، وهاي الحاسبات قامت تتعامل ويا الديجيتال. ليش المايكرو بروسيسور دا يتعامل ويا الديجيتال؟ اول شيء المايكرو بروسيسور يقدر ينجز عمليات معقده بالديجيتال، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الديجيتال اقل عرضه للضوضاء. شلون يعني؟ بقى انا عندي طبعا هي الديجيتال احنا قلنا اما صفر او واحد، يعني بما ان هي اما صفر او واحد، تذكرون العام من شرحنا بالمعماريه قلنا الصفر والواحد هاي عباره عن شنو؟ عن فولتيات، شحنه كهربائيه، بس هاي القيمه مالتها صفر، هاي القيمه مالتها واحد، بس هو يعني بي فولت، بي فولت. فمثلا قيمه الواحد دي يعطيني اياها 5 فولت، قيمه الصفر مثلا دي يعطيني اياها الماينس 5 فولت، وهكذا. زين اني مثلا شنو هو يخلون ثريشولد، يعني مينيمم ماكسيمم، اني دا اريد انقل من الطرف اي للطرف بي،
اريد انقل هذا الواحد. هذا الواحد من دا انقله بسلك، تتذكرون العام من شرحنا قلنا جوز هذا راح يتعرض ضوضاء ما ادري شنو، جوز ثقيل، هنا راح توصل، هي فولتيه يعني 5 فولت، هنا اقول ايش قد وصلت 3 فولت. انا عندي رينج ايش اقول؟ اقول من 2.5 للخمسة هاي كلها اعتبرها واحد، كلها اعتبرها واحد. او مثلا اقل من 2.5 للصفر، لا هاي اعتبر لي اياها صفر. فلذلك الديجيتال يكون اقل عرضة للضوضاء، هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، الديجيتال قيمة محددة معروفة. شلون يعني؟ عندي اشارة هنا اريد انقلها لهنا، راح اجيب كارير او حامل للاشارة، اخلي عليه هاي الاشارة وراح انقلها من هذا الطرف لهذا الطرف. من اوصل لهذا الطرف الغي الكارير، راح تبقى عندي بس الاشارة. زين، بالانالوج ان راح اجيب كارير اخليه ويا الاشارة راح تندمج الاشارتين، فمن توصل للطرف الثاني ما راح اقدر املصها. ليش؟ لان انا الكارير مالتي هو انالوج، فاني من اجيب كارير انالوج على سيجنال انالوج، السيجنال بعد ما اقدر افصلها، بس من اجيب كارير انالوج على ديجيتال سيجنال لا، بالطرف الثاني اقدر افصلها. تمام، لهذا اخترعوا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. نرجع للمحاضره، هنا بالمحاضره ايش يقول؟ يقول انه ليش الانالوج تو ديجيتال كونفرتر از نيدد، يعني ليش محتاجيه احنا؟ يقول لعدة أسباب. أول شيء المايكرو بروسيسر ينجز عمليات معقدة باستخدام الديجيتال. ليش؟ لأن الديجيتال أقل عرضة للضوضاء المضافة. بالإضافة إلى أنه الـ A2D Converter يوفر لي لينك، يعني رابط بين الحياة الأنالوج اللي هو الأوتسايد وورد ويامن ويا الديجيتال وورد أو ويا الكمبيوتر أو ويا المايكرو بروسيسر. تمام؟ طبعا بالمناسبه يعني احنا هسه خلي نجي على ابسط مثال بحياتنا اليوميه، ابسط مثال بحياتنا اليوميه. هسه احنا من نخابر الحكي مالتنا هذا انالوج لو ديجيتال؟ الحكي مالتنا انالوج، يعني قلنا احنا اي شيء موجود بالطبيعه هذا شنو؟ هذا انالوج. زين، التليفون اللي دا نستخدمه، هذا التليفون داخله اكو اي سي واكو ترانزستورات وانتجريتد سيركت و الى اخره، هذا انالوج لو ديجيتال؟ لا، هذا ديجيتال. التليفون هو عباره عن الكترونيك، وبما انه هي الكترونيك يعني قطع وانتجريتد سيركت وما ادري ايش، وهسه التليفونات مثل ما تعرفون بمايكرو بروسيسر ومايكرو كنترولر و الى اخره. اذا هاي شنو؟ هاي ديجيتال. يعني أنا شلون ده أحكي أنالوج والتليفون مالتي ديجيتال؟ هذا بداخله أكو أنالوج ديجيتال كونفيرتر، ياخذ الحكي مالتنا اللي دنقوله حوله إلى ديجيتال، وهذا التليفون راح يدزه للبرج، والبرج يدزه للبرج الثاني، والبرج الثاني يدزه للموبايل للشخص اللي أنت ده تحكي وياه. تمام، هذا الطرف الثاني، هذا الطرف الثاني ده يوصل للحكي ديجيتال، بس انت السمع مالتك شنو؟ السمع مالتك انالوج. فهنا بهذا الطرف الثاني اكو ديجيتال تو انالوج كونفرتر. بس احنا الصعوبة كانت شنية بالبداية؟ الصعوبة كانت مو شلون احول الديجيتال الى انالوج، لا، الصعوبة كانت شلون احول الانالوج الى ديجيتال. ليش؟ لان انا اخترعت، لان الانالوج هو موجود بس الديجيتال انا اخترعته، أنا اخترعته. فمن اخترعت الديجيتال شو راح أحول الأنالوج إلى ديجيتال؟ أنا من اخترعت الديجيتال وحولت الأنالوج إلى ديجيتال بعد سهل إنه عملية تحويل الديجيتال إلى أنالوج، لكن هو هذا كان التحدي مالتهم. لذلك هذا السبب إحنا احتاجين الأنالوج للديجيتال كونفيرتر. راح نأخذ مبدأ عمله وشون يشتغل هسه بالتفصيل. يعني وين يستخدم الأنالوج للديجيتال كونفيرتر؟ يستخدم بأي تطبيق احتاج احول بيه الانالوج الى ديجيتال، بالتليفونات، بالاوسيلسكوب، بالفولت ميتر، بالثرموكوبل، اي مكان، باي مكان طبعا بالمايكرو كنترولر، اي مكان احتاج بيه احول الانالوج الى ديجيتال راح استخدم الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. تمام،
الانالوج ديجيتال كونفرتر يقسم الى صنفين الى مجموعتين الى مجموعتين، هاي المجموعه الاولى وهاي المجموعه الثانيه. المجموعه الاولى تكون سريعه التحويل، يعني هاي مو اشاره انالوج تحولها الى ديجيتال. اثنين طبعا، هاي النوعيه وهاي النوعيه، اثنين هن يحولن الانالوج الى ديجيتال. لكن شنو هاي؟ تكون تحويل الاشاره سريع بس مو كلش دقيق، يعني شويه الدقه مالته، يعني هو اوكي الدقه مالته شغاله، بس يعني الدقه مالته يعني جزء مرات تطلع بيها نسبه خطأ عاليه. النوع الثاني بطيء بطيء، بس الدقة مالته حيل قوية، يعني تقريبا يجيب لك ياها بالمضبوط. تمام، هاي عندي النوعين. زين ناش دي يقول؟ دي يقول يا بالنوع الأول يتضمن أنواع مثل السكسف أبروكسيميشن، الكاونتر، الفلاش تايب. النوع الثاني لا، يتضمن مثل أنواع مثل الانتجريتر، فولتج تو فريكوانسي كونفرتر، والى اخره من الانواع الكثيره. طبعا بالمناسبه احنا المحاضره الجايه مالتنا، المحاضره الثانيه، راح نحكي بيها فقط على انواع الاي تو دي، فقط انواع الاي تو دي، انه هذا النوع شلون يشتغل، شنو الخواص مالته، شنو البروبرتيز مالته، شلون عمليه التحويل جاي تصير. تمام، بس هن على العموم كلهن كمبدا عمل كلهن نفس الشيء، بس قلنا لكم اكو واحد مثلا تحويله سريع، اكو واحد تحويله بطيء، اكو واحد دقيق، اكو واحد مو دقيق. هسه راح نجي دي يقول تريت اوف بتوين تو جروبس، يعني المقايضه بين النوع الاول والنوع الثاني انه هو بيزد اون، يعني مبني على اكيورسي الدقه، بزنس سبيد الدقه ضد السرعه. وش ده يقول؟ ده يقول مثل انواع مثل هذا النوع الاول اللي هو السكسف ابروكسيميشن والفلاش تايب، هذني سريعات فاس، تشوف ذني سريعات فاستر، بس الاكيورسي مالتها اقل من النوع الثاني. النوع الثاني اللي هي مثل الفولتج تو فريكوانسي والانتجريتر، طبعا هذول الانواع راح ناخذهم ان شاء الله مثل ما قلت لكم بالمحاضره الجايه. النوع الثاني لا، يكون دقة مالته اعلى من النوع الاول لكن هو ابطأ. زين هاي شلون؟ يعني ليش سووا هيك؟ ليش؟ اكو بعض التطبيقات، بعض التطبيقات تحتاج سرعة وما تحتاج ذيك الدقة العالية. اكو لا، بعض التطبيقات الاخرى تحتاج دقة كلش عالية عادي حتى لو بطيئة. أنا إذا أحتاج هيك أجي أستخدم هذا النوع، وإذا أحتاج هيك أجي أستخدم هذا النوع. يعني مثل باعه، مثل عندنا شغلات، مثل شغلات يعني خلي نفرض مثل شغلات مونيتورينج سيستم، يعني شاشات مراقبة، مصارف، بنوك، ما أدري شنو، هاي يريدون دقة. ليش يريد دقة؟ يقول لك أنا مثلا أفرض جاني حرامي دا يريد يبوك، أنا شو أسوي؟ ها ودا أشوف بالكاميرا بس الكاميرا مو دقيقة، ما تطلع لي إياها بصورة واضحة. لذلك أكو أنواع أنا أحتاج بيها شنو؟ أحتاج بيها دقة. أكو بعض التطبيقات الأخرى مثل سجلات مال بيانات، هاي أنا أحتاج بيها سرعة أكثر مما أحتاج بيها دقة. لكن مو معناته انه انا والله الدقه لا ابد يعني ماكو، لا هو اكو، والنوع الاول هم الدقه مالته شغاله، لكن من تقارنه بالنوع الثاني لا، النوع الثاني يكون ادق، يكون ادق. زين يجي واحد يقول يابا انا هسه كل هذا العلم وكل هذا ما اقدر اصنع اي تو دي يكون دقيق سريع. طبعا نقدر، بس راح يدخلك بشنو؟ انه الرقاقه مالته راح تكبر والكوست مالته راح يصير اغلى. واحنا العام تعلمناها، قلنا احنا كمهندسين نحتاج نقلل المساحه، نقلل السايز، ونقلل التكلفه. نقلل التكلفه ليش؟ لان احنا التكلفه عندنا كلش مهمه. ونقلل وقت التنفيذ ليش؟ لان اني نتيجه الحصول على الناتج تهمني، ومع ذلك تكون الدقه مالته مقبوله.
لذلك يعني هي هذا ليش هو يقولون المقايضة التريت اوف بين تو كايند، هو هذا الشرح مالتنا. زين انا ايش يقول؟ طبعا نفس هذا اللي حكيته ومذكور هنا، يقول يعني اكو انواع مثل السكس اوف ابروكسيميشن، اشهر انواع السكس اوف ابروكسيميشن والانتجريتر. السكس اوف ابروكسيميشن يستخدم بالتطبيقات اللي هي السبيد مهم، والانتجريتر يستخدم بالتطبيقات اللي هي الاكيرسي كريتيكال، يعني حرجه، يعني احتاج دقه كلش قويه. تمام زين، هسه عرفنا شنو الاي تو دي، شنو المختصر مالته، ليش استخدمناه، وين استخدمناه، شنو اقسامه، على شنو يعتمد. شلون دا يشتغل هذا الاي تو دي؟ احنا ترى هذا الاي تو دي هو بالمناسبه من تروحون تشترون ان شاء الله من نداوم بالمختبر اشوفكم اياه. هذا هو هيك شيء صاير اي دي سي، طبعا حسب البتات اكو 8 بيت، اكو 12 بيت، اكو 16، يعني حسب اكو 10، شوف انت ايش قد تستخدم. احنا هذا دا تدخل له انالوج، يدخل له هيك، وده يطلع ديجيتال، يعني اما صفر واحد صفر واحد هكذا. هذا شلون ده يشتغل؟ هذا شلون مبدا عمله؟ شلون جاي يجيب هاي السيجنال يطلع الاكوفلنت؟ الاكوفلنت يعني شنو؟ يعني بما يعادلها بالديجيتال. وشلون بعدين اذا اجيب هاي الديجيتال ارجع احولها لازم ترجع نفس هاي الانالوج. زين قبل ما ندخل بهذا الموضوع، هسه احنا باعوا هنا، شوفوا هنا اي تو دي بروسس، يعني شلون دي يشتغل هذا الاي تو دي، شنو البروسس مالته، شنو العمليه مالته، شلون دي يشتغل الاي تو دي بروسس. قبل ما ندخل بيه لازم احنا نعرف فد شغله. شنو هي الشغله اللي لازم نعرفها؟ لازم نعرف اول شيء شلون اعرف انا هاي الاشاره انالوج، شلون اعرف هاي الاشاره ديجيتال. سيجي واحد يقول لي يا بسيله الديجيتال هي قلنا تتكون من قيمتين صفر واحد ما ادري شنو. لا احنا دقيقه، احنا هسه مو بس نريد هيك، خلي نجي نرسم اشاره انالوج. اي اشاره انالوج؟ ابسط اشاره انالوج شنو هي؟ الساين ويف. هاي وينها؟ الساين ويف. خلي هيك ناخذ بريود وحده، يعني وحدة، وهاي دا تكرر نفسها بكل تي من الزمن. أريد أعرف هاي ليش جاي يصيحولها أنالوج، شلون صارت أنالوج. هاي كالآتي، باع عندي شغلتين، عندي زمن أمبليتيود، يعني عندي تايم، هذا الخط يصيحوله تايم، وهذا الخط شي يصيحوله يصيحوله الامبليتيود والاف اوف تي اللي هو الامبليتيود. زين خلنا نفرض جيت قلت لك يا ابا اف اوف تي يساوي لي ساين اي شيء، ساين يعني شوف هنا ايش قد ساين فت قيمه معينه، وجيت مثلا قلت لك 3 ساين هم فت قيمه معينه، هاي الثيتا والمدري شنو، هي هاي التير راح تكون مالتي، وهاي اللي هنا شنو هي؟ هاي الامبليتيود، هاي قيمتها واحد، هاي قيمتها ثلاثة، يعني هنا أعلى قيمة توصلها واحد، هنا البيك مالتها، وهنا أعلى قيمة دا توصلها البيك مالتها هي ايش قد؟ ثلاثة. بس احنا مو هاي يعني مو موضوعنا، احنا بس دريد هيك، يعني بس دريد نشوف شنو الانالوج، شنو الديجيتال، ايش دا يصير، ايش ما دا يصير. زين هاي الإشارة ليش صارت أنالوج؟ باعوا منا، خلي نحكي بالتي هنا، مثلا إذا أخذ هاي تي 1 هاي تي 2 هاي تي 3 إلى آخر، هاي التي نفس هاي التي؟ طبعا لا. زين هاي التي الثانية نفس هاي التي؟ طبعا لا. هاي التي الثالثة نفس هاي؟ هم لا. اذا هذا ايش دي يصير بيه؟ هاي الاشارة مالتي بتكون
continuous in time، مستمرة مع الزمن. هو الانالوج هو شنو؟ هو مستمر، بس مستمر ويا شنو؟ اذا الاشارة مالتي هي شنو؟ مستمرة ويا الزمن، مستمرة ويا الزمن، لان انا خمال هنا تي وتخلص، لا هاي راح تجي من جديد وتظل مستمرة. فاذا الاشارة مالتي انا مستمرة ويا الزمن. خلصنا من النقطة الاولى. اذا على مود اعرف هاي السيجنال انالوج، النقطة الاولى ان تكون continuous with time. زين، خلينا نجي على الامبليتيود. خلي نفرض هاي من هاي الصفر، من نقطة الصفر إلى هنا، كم نقطة عندي؟ أو كم امبليتيود عندي؟ أو كم قيمة عندي؟ فكر ويا نفسك وجاوب. 180، 160، 10، 20، ايش قد؟ طبعا اي جواب خليته ببالك ما عدا الانفينيتي هو غلط. انفينيت بوينت، من هاي النقطه الى هاي النقطه عدد غير منتهي من النقاط. ليش؟ هنا عندي قيمه، هنا عندي قيمه، هنا قيمه، هنا قيمه، هنا قيمه، هنا يعني ممكن القيم ما تخلص، انفينيت. وطبعا بالمناسبه هاي القيمه تختلف عن هاي، تختلف عن هاي، تختلف عن هاي. فاذا انفينيت بوينت، انفينيت بوينت عدد ما لا نهايه. اذا تجي تقول يابا مثلا هي هاي، ترى بالمناسبه بالارقام بين الصفر والواحد، اذا نجي نعد مو نقول صفر واحد اثنين، بين الصفر والواحد اذا اخذ بوينت وحده اكو 10 ارقام اللي هي 0.1 0.2 0.3 وصولا للواحد. بس اذا اخذ مثلا بوينتين هنا ايش قد راح يصير؟ راح يصير 100 رقم اذا اخذ 3 بوينتات. فاذا هو ترى بين الصفر والواحد عدد غير محدد، عدد ما لا نهايه من الارقام. زين، انا ايش حال اذا دا اقول سيجنال منا لهنا؟ فاذا الامبليتيود يكون ايضا كونتينوس، ايضا مستمر. فاذا اني انالوج سيجنال، اي اشاره انالوج، شلون اعرفها انالوج؟ تكون مستمره ويا الزمن، وتكون مستمره ويا من؟ ويا الامبليتيود. هاي الشرطين يتوفرن بيها. زين، خلي نجي نشوف الديجيتال. الديجيتال قلنا تقبل قيمتين، اما صفر او واحد، صفر او واحد. فاذا الامبليتيود مالتي ديسكريت محدد. اذا هنا انا شنو النقطه الاولى بالديجيتال؟ الامبليتيود ايش بي يكون ديسكريت، محددين، محدد. زين، هاي اختلفت عن الديجيتال، عن الانالوج. العفو، الانالوج انه الامبليتيود لا يكون كونتينوس، هنا الامبليتيود مالتي ايش يكون؟ ايش بي؟ هذا يكون ديسكريت. زين، هاي بالنسبه للامبليتيود. زين، بالنسبة للتايم، هاي مستمرة، محددة، واقفة. مع الديجيتال احنا وين قلنا دا نستخدمها؟ بالمايكرو بروسسر. مثل ما دا تعرفون بالمايكرو بروسسر، البروسسر هو كل الاوبريشن شلون دا يشتغل؟ ما دا يشتغل بالاعتماد على فتشي صحولة الكلوك. زين، هاي الكلوك مو إلى بداية وإلى نهاية، فالمحدد مو، تذكرون العام من قلنا مثل هذا الانستركشن تنفذ بوان كلوك، بتو كلوك، او بوان كلوك انفذ مليون انستركشن، او 100,000 انستركشن، مو؟ اذا تذكروها هاي المشين سايكل والانستركشن سايكل، كلها تعتمد على الكلوك. وقلنا يشتغل اما بصعود الكلوك او بنزول الكلوك، بالرايزنج ايدج او الفولنج ايدج. مثلا اذا يشتغل بالصعود، هاي منا له الصعود الثاني هو شنو؟ بينفذ بهذا الإعاز المعين وراها يخلص خلاص. إذن التايم بالديجيتال هو ديسكريت محدد. فإذن أني ديجيتال سيجنال شلون أعرفها؟ هاي ديجيتال، هاي راح يكون الامبليتيود ديسكريت والتايم ديسكريت، تختلف عن الانالوج. ما يعني هسه احنا والله عرفنا الانالوج وعرفنا الديجيتال، عرفنا الانالوج وعرفنا الديجيتال. زين، هذه اشاره انالوج. قلنا والله الانالوج تكون، او
النقطة الأولى شو تكون؟ تكون continuous with time و continuous with amplitude. هاي هسه السيجنال أريد أحولها إلى digital، يعني تكون discrete in time discrete in amplitude. زين، شلون أحولها؟ ال A to D process تمر بخطوتين أو بستيبات اثنين. الخطوة الأولى يصحولها sampling and holding، والخطوة الثانية يصيحولها quantization and encoding. زين، طبعا هذا الحكي مالتنا بالمناسبة هي كله مذكور بالمحاضرة مالتنا، هذا تشوفوه. الخطوة الأولى يصيحولها sampling and holding و quantization and encoding، S على H Q على E. تمام، طبعا بالمناسبة طلابنا هاي من العام بعد تعرفوها، أي شيء أذكره بالفيديو هذا أنتم مطالبين به حتى لو ما موجود بالمحاضرة. تمام، لأن إحنا في بعض الأحيان مرات نذكر اشياء يعني بالمحاضره مثلا ما موجوده كتابيا او فشي، بس انتم دا تسمعوها ودا نوضح لكم اياها. تمام، فان هذا السامبلنج والهولدنج، شنو هذا سامبلنج، شنو هولدنج، شنو كوانتيزيشن، شنو انكودنج، راح نجي نعرفها. تمام، احنا هسه شو نريد؟ نريد هاي الاشاره نحولها الى هاي انالوج، نريد نحولها الى ديجيتال، ان اي تو دي. زين، سامبلنج هو عملية أخذ عدد معين من النقاط. تمام، كل ما أخذ سامبل أكثر كل ما الموجة تطلع عندي أوضح. راح نجي نوضحها هسه فد شوية بالتفصيل، بس خلينا نجي شلون أخذ سامبل. مثلا أخذ هاي نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا. شوف انت ايش قد تاخذ نقاط. بالمناسبة مثل ما قلنا كل ما اخذ نقاط اكثر راح تطلع عندي الموجة اوضح، بس على حساب شنو؟ وبنفس الوقت راح يصير ابطأ. لذلك قبل شوية من قلت لكم اكو دقيق بس بطيء. ليش صار بطيء؟ لان انا سويته دقيق، لان انا اخذت عدد تقسيمات اكثر، واقدر اقلل عدد التقسيمات لكن ما راح يكون دقيق وبنفس الوقت راح يكون سريع. المهم الخطوة الأولى هي sampling. إحنا إيش قلنا؟ قلنا sampling, holding, quantization, encoding. زين، sampling هي عملية أخذ نقاط. أخذت مثلاً هنا نقطة، هنا نقطة، هنا نقطة، وأسقطها. هاي هيك راح تسقط. زين، من اسقطها يجي مثلا خل نحددها. مثلا هاي راح نقول هيج، هاي هيج هنا اخذنا، هنا هاي هيج اخذنا، وحسب النقاط. وراح اجي امثلها بالسيجنال الاصليه مالتها. هذا ايش دي يصير؟ هذا السامبلنج، دا تشوفوا شلون صار. هاي اذا تيجي توصلها ترى ترجع ساين ويف نفسها. زين، هذا ايش يصير؟ هذا هسه سوينا السامبلنج. الهولدنج انه هذا السامبلنج واحد راح يمسك الاخ. ايش راح يصير مالتي؟ الاشاره راح تصير هيك، يعني هيك. تمام، راح نرجع طبعا الرسم هنا مو كلش، راح نرجع هنا نشوفها بالمحاضره. عن هنا أنا هذا الحكي مالتنا ده يقول هي عملية أخذ عدد معين من الديسكريت فاليو. كل ما أخذ سامبل أكثر كل ما الموجة تطلع كيوريت أكثر. تمام، باعوا ده تشوفون هاي، خلينا نصغرها شوية. باعوا هاي continuous signal يعني اللي هي الأنالوج، سويتها سامبل بلس، بعدين سويتها سامبل سيجنال، بعدين سويتها هولدنج، وصلت لي هسه هيج. هسه الخطوة الثانية هذا الهولدنج حول كوانتيزيشن. كوانتيزيشن يعني اسويه يعني كونتينوس، اسويه ديسكريت. والنقطه الاخيره الانكودنج، الديسكريت انطي قيم ديجيتال. هاي هذا بهيك حاله راح يتحول عندي. زين، شلون راح ارجع هذا الهولدنج؟ كل قيمه هولدنج راح انطيها بما يمثلها بشنو؟ بالديسكريت. راح يطلع لي الكوانتيزيشن،
والإنكودينج، الإنكودينج أنتوا شايفين تعرفون الكودينج والإنكودينج يعني التحفير أو فك الشفرة. الإنكودينج إنه أنطي ديجيتال للديسكريت مالتي. زين. إيش ده يقول؟ ده يقول الكوانتيزيشن هو شنو؟ هو عملية تحويل كونتينوس إلى ديسكريت. والإنكودينج هو أنطي ديجيتال وورد أو نمبر لكل حالة بالديسكريت. زين هاي شنو؟ إيش ده يصير؟ شلون هذا الحكي؟ هذا هسه راح ناخذ مثال راح تتوضح عندنا كل شيء. زين. أنا هذا قانون مهم هذا تحفظوه. إيش ده يقول؟ ده يقول عدد احتمالات بالتحويل هو n كابيتال يساوي ل 2 اس n سمول. الn سمول هي عدد البتات. هاي طبعا انا انطيكم اياها بالسؤال. مثلا انا اجيب لك سؤال اقول لك a to d يتكون من هيج، هذا ال a to d مثلا يتكون من 3 بت مثل من 2 بت، انت تجي تطلع ال n وتحل. هسه خل نشوف شنو هذا، شنو ال n، شنو يعني اجاك سؤال قلت لك مثلا A to D يتكون من 3 بت، انت تيجي شو تقول؟ تقول N تساوي لي 2 بس N small. هاي N small هي عدد البتات. ايش قد قلت لك 3؟ راح تيجي تقول 2 اس 3 ويساوي لي 8. هاي ال 8 ترى هي output state اللي هي عدد التقسيمات مالتي. زين؟ اللي هي الامبليتيود، يعني تقسيمات الامبليتيود وليس الامبليتيود. زين؟ إذا قلت لك يا بعدد البتات مالتك 2 عادي 2 أس 2 يساوي لي 4. هاي كلها. زين خلنا نجي ناخذ هذا المثال أنا كاتب لكم يا بالمحاضرة. دي يقول إذا عندك أنالوج سيجنال قيمتها من الصفر للعشرة فولت، قيمتها من الصفر للعشرة فولت يعني شنو هاي شنية؟ هاي عبارة عن ساين ويف سيجنال. ده يقول لك if you have signal القيمة مالتها من الصفر إلى 10 فولت، أريد منك أريد تطلع لي discrete voltage range. أريد أول مطلب discrete voltage range، والمطلب الثاني binary equivalent. عن discrete بقى خلوا بالكم discrete فولتج رينج هو الكوانتيزيشن، والباينري اكوفلنت هو الانكودينج. هو الانكودينج. زين شو راح احل ال ال بالمناسبه الكوانتيزيشن بقانون انه الفي رينج على ان أو الفي دلتا على N. الفي دلتا يعني شنو؟ الفي دلتا يعني الفي ماكس ناقصا الفي ماني على من؟ على N. الآن أصبحنا نعرفها اللي هي 2 وثلث مول. أنا هسه بالسؤال إيش قد قايل لي؟ قايل لي أبستخدم 3 بت. أول ما أجيش أقول N capital شي يساوي لي 2 أس N small ويساوي لي 8. ليش؟ لأن 2 أس 3 8. زين الQ شي يساوي لي؟ الQ 10 ناقص 0. ليش؟ لأن قلنا الV range الV max ناقص الV many. الV max ما تيش قد 10 فولت، الV many 0 فولت. 10 ناقص 0 على من؟ على N. الN إش قد؟ 8. قد طلعت لي 1 وربع. 10 على 8 1 وربع فولت. طبعا هاي شنو؟ هاي التقسيمات. راح اجي هنا اسوي جدول. الجدول الاول هو مال من؟ مال الكيو. الكيو اللي هي شنو؟ اللي هي الديسكريت فولتج رينج. وهنا شنو؟ هنا عندي الاوتبوت ستيت مالتي. الاوتبوت ستيت زين يعني كم تقسيم؟ يعني الان مالتي ايش قد؟ 8. يعني من الصفر للسبعة 0 1 2 3 4 5 6 7 اللي هي هاي 8. زين الكيو مالتي يبدي بشنو؟ هاي مو تشوفوا وينه؟ هذا يبدي ب 0 فولت ويخلص ب 10 فولت. فانا اجي اخلي هنا 0 وهنا 10.
لازم على هاي التقسيمات يطلع لي هيك، اذا ما طلع لي هيك يعني حلها غلط. اول شيء اخذ، احنا قلنا ان الكوانتزيشن هو ايش يسوي؟ ياخذ كل قيمه ينطيها ديسكريت، ينطيها قيمه محدده من الصفر علما للواحد وربع، وابدي اضيف من الواحد وربع علما للاثنين ونص، يعني دا ازيد واحد وربع واحد وربع، من الاثنين ونص علما راح يصير ثلاثة وثلاثة أرباع، ثلاثة وثلاثة أرباع علما إلى الخمسة، وهكذا وصولا إلى العشرة. هو هذا الكيو، هو هذا الديسكريت مالتي. زين الانكودينج مالتي شو راح يطلع هنا؟ نفس هنا من الصفر للسبعة. القيمة، القيمة بهذني أنطيها قيمة ديجيتال بما يقاربها. زين أنا كم بت عندي؟ ثلاثة بت، فيعني هنا عندي ثلاث قيم. طب الصفر راح يطلع صفر 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 بالواحد، صفر صفر واحد بالاثنين، صفر واحد صفر بالثلاثة، صفر واحد واحد وصول للسبعة واحد واحد واحد. هذا هو الانكودينج. نجي خلينا نشوف المثال بالملزمة. بعدش يقول، if you have صفر للعشرة signal، شنو هي discrete voltage range اللي هي الQ، وشنو الoutput binary equivalent اللي هي الE. أول ما قلنا أطلع قيمة الـ N بعد 8، بعدين أطبق قانون الـ Q طلعت 1.25، بعدين أجي شنو؟ أجي حسب هذا التيبل مالتي الـ Output State هذا أقسمها من الصفر للعشرة. Encoding بما أنه أنا عندي 3 بت فهي 3 بت. زين homework لكم، homework لكم، نفس المثال، نفس المثال بس أخذوا عدد البتات 2، يعني الان مالتي راح يصير 2 اس 2 ويساوي لي 4، نفس المثال بس 4، يعني الاوتبوت مالتي هناك مو قلنا من الصفر للسبعه، هنا راح يصير من الصفر للثلاثه، يعني 0 1 2 3. وحلو، حلو، شوفوا ايش يطلع لكم، هذا هوم وورك لكم. تمام. هسه عندي مصطلح شو نصيح له؟ يصيحوا له الريزوليوشن، الوضوح. ضاع الريزوليوشن هو نفس الكيو، نفس الكوانتيزيشن سايز. الريزوليوشن هو شنو؟ هو الان، هو عدد البتات. الريزوليوشن بقى هناش مذكور، جدي يقول لنا هنا الريزوليوشن هو number of bit used for conversion، عدد البتات المستخدمة في التحويل، عدد البتات المستخدمة في التحويل، 8 12 16 وهكذا. كل ما يزيد عدد البتات كل ما هذا الـ A to D يكون أدق. ايش ده يقول هنا؟ ده يقول يا بتر الريزوليوشن هو النمبر اوف ديسكريت فاليو كونفيرت كان بروديوس، بعد هاي عرفناها وطبيعي يعني من ذاك التيبل اللي بالمثال اللي قبله. فالـ Q هي الـ V range على N capital او اثنين وسعد نصمول اللي هو القانون مالتها. ايش ده يقول؟ ده يقول بالمثال السابق مالتنا مو اخذنا ثلاثة بيت، طلع الكيو واحد وربع. يعني اذا راح ناخذ اثنين، التقسيمات مالتنا ترى راح يصير اثنين ونص، هذا راح يؤدي الى شنو؟ دقيقة والله، خل نحله على مود اقارن لكم. إذا قلنا عدد البتات اثنين، الان كابتل وش قد راح يصير؟ أربعة، يعني الاوتبوت مالتي راح يصير واحد اثنين صفر واحد اثنين ثلاثة، مو؟ الكيو مالتي ايش راح يصير؟ عن الكيو ايش راح يساوي لي؟ الفي رينج نفس ذاك السؤال، عشرة على أربعة، عشرة على أربعة ايش قد؟ اثنين وربع، اثنين ونص العفو، اثنين ونص. فهنا مالتي من الصفر للاثنين ونص، من الاثنين ونص للخمسة، من الخمسة للسبعة ونص، من السبعة ونص المن للعشرة، وهاي قد غطيناها من الصفر للعشرة. بما انه انا عندي بتين، فهنا صفر صفر هاي الـ E الانكودينج او الباينري اكوفلنت اوتبوت، صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد. فانت تخيل من اخذت ثلاثة بيت بعت لي ثلاث بتات بالاوتبوت، ووضوح اكثر، دقه اكثر، يعني هذا السيجنال مالتي حيل زينه.
من قللت عدد البتات بالتالي تقلل شنو؟ عدد الريزوليوشن. يعني هي نفس السيجنال من الصفر فولت للعشرة فولت، بس من استخدمت ثلاثة بتطلع لي غير شيء، ومن استخدمت اثنين بتطلع لي غير شيء. ليش؟ لأن الوضوح الريزوليوشن ما تختلف. زين، عندنا هسه موضوع يصيحوا له الدقة، شلون أزيد الدقة مال الـ ATD؟ هسه أصبحنا نعرف النقطة الأولى على مود أزيد الدقة، على مود أزيد الدقة لازم شو أزيد؟ لازم أزيد الفريكونسي. خلصنا منها. والشغلة الثانية اللي لازم نزيدها، أنا بس أزيد العفو، على مود أزيد الدقة لازم أزيد الريزوليوشن. أزيد الريزوليوشن إيش راح أزيد؟ أزيد عدد البتات. أكو طريقة ثانية؟ بس ازيد الريزوليوشن. اكو طريقه ثانيه اللي هي شنو؟ انه شقد اخذ تقسيمات اللي هو سامبلنج ريت، هذا من ازيده راح يزيد لي السيجنال. زين، خلينا ناخذ هذا المثال ونشوفه قدامنا. هسه تونا احنا تونا اخذنا مثال على الريزوليوشن للار، الريزوليوشن اللي هو نفس الكيو الكوانتيزيشن. من اخذنا 3 بت طلعت لي شقد؟ 8 من الصفر ل 8 من الصفر ل 7، والإشارة مالتي التقسيمات واحد وربع، ومن أخذنا اثنين لا طلعت أربعة، يعني الوضوح ما تقل. هاي بالنسبة شنو للريزوليوشن. زين، بالنسبة للسامبلينج ريت شلون دي يأثر؟ باع هاي سيجنال، افرض اجيت اتخذت هنا تقسيمات هيجد هنا وهنا 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 وهنا، هاي من راح اجي امثلها هيك راح تصير، من اجي احولها هاي تقريبا مثل هاي. زين، خلينا نجي على هاي. هنا افرض اخذت بس 3 تقسيمات، هاي من اجي اريد احولها هيك راح تصير، هل هاي مثل هاي؟ لو هاي مثل هاي ياهو الاقرب. لا طبعا هاي اقرب، وكل ما ازيد عدد التقسيمات، يعني مثلا اذا اجي لهنا وزيدت بعد عدد التقسيمات هنا ايش راح يصير؟ راح تطلع كلش اقرب لل... لل... للواقع. طبعا قلنا هاي على حساب الكوست وراح يصير ابطا. فلذلك على مود ازيد الدقه عندي واحده من الاثنين، اما ازيد عدد البتات وبالتالي يزيد الريزوليوشن وبالتالي يزيد الاكيورسي، او ازيد عدد التقسيمات يعني ازيد السامبل ريت وبالتالي يؤدي الى زياده الاكيورسي. هاي ده تشوفون بيقول على مود ازيد الاكيورسي، اما ازيد الريزوليوشن او ازيد السامبل ريت، ازيد السامبل ريت مالتي. تشوفون هنا، هنا من اخذ تقسيمه واحده بقى الناتج شلون طلع؟ بقى هنا اخذ تقسيمه، هاي شوفوا 3 تقسيمات ما طلعت عندي، بقى هنا زيد، بقى هنا من زيد كلش. زين، اذا اريد دقه يعني خلينا نقول خرافيه وفد مره فد شيء مرتب، بهيجي حاله راح ازيدهن اثنين هين الريزوليوشن والسامبل ريت. فهنا ايش دا يقول؟ دا يقول اوفر اول بيتر اكيورسي، انا مود احصل دقه افضل راح ازيد اثنين هين بوث السامبل ريت والريزوليوشن. بقى هاي الاشاره الريزوليوشن 2.5، ليش؟ لان مستخدم 2 بت، سامبل ريت 1 هرتز، انا ما اكو هرتز، هاي 1 كيلو هرتز المفروض. المهم هاي بمرور المحاضرات راح ناخذها. 1 هرتز جاي من عدد التقسيمات طبعا. هنا لا اخذ 3 بت واخذ 2 هرتز، باعوا. اذا عندي هاي الاشاره افضل من هاي الاشاره. هاي الإشارة من راح أحولها من أنالوج إلى ديجيتال راح تكون كلش قريبة من الواقع. عندنا آخر موضوع اللي هو اسمه الإليازينج، اللي هو يعني الانحراف. شنو هذا الانحراف؟ شلون يصير؟ بس راح نجي نوضحه. بس فدخل نقطة نرجع لهاي السيجنال مالتنا. هاي التي كابيتال اللي هي البرغد مالتي، وهذني اللي هنا تي سمول، خلينا نفرض يعني تي 1 تي 2 تي 3
وإلى آخره. زين، من الأكبر التيل يعني هاي التيل بريود لود، أكيد هاي طبعا هاي التي أكبر بهواي. إذا التي 1 والتي 2 والتي 3 هي أصغر بكثير بكثير منين؟ من التي كابيتال أو من البريود مالتي. زين، أرد أطلع الأف كابيتال التردد، مقلوب التي واحد على تي كابيتال راح يطلع لي الفريكونسي. زين، اريد اطلع الاف سمول، شنو؟ واحد على تي سمول. هنا قلنا تي، بركز وياي زين، التي سمول اقل بكثير من التي كابيتال، لكن الاف الفريكونسي مال هاي اكبر بكثير من الفريكونسي مال هذا. ليش؟ لان هذا مقلوبها. يعني خلي نفرض من 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 هذا قيمته، خلي نقول يعني 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 هذا مثلا قيمته ايش قد؟ قيمته 5، 1 على 5 يطلع 0.2 مثلا، بس من هذا قيمته ايش قد؟ قيمته 0.5. خلينا نفرض احنا ذا نشوف ترى 0.5 اقل من الخمسة، مو 0.5 اقل من الخمسة بهواي اقل، بس من راح اجي اقول 1 على 0.5 ايش قد يطلع؟ 2. اذا التردد مال هذا طلع اكبر بكثير من التردد مال هذا، بديهيا لان هو مقلوب. زين، الاليا هذا باعه، هاي احنا شو نصيح لها؟ هاي نصيح لها تي اس، يعني التي مال السامبل. فمن اطلع التردد مالتها اصيح لها الاف اس، يعني اللي هي شنو؟ الفريكونسي سامبلينج، اللي هو مال السامبل ريت، مال السامبل ريت. هسه نجي على موضوع الاليازنج والانحراف. الانحراف هذا ايش يقول؟ بيقول يحدث عندما الانبوت سيجنال تغير بسرعه كلش كبيره اكثر من السامبل ريت، وهذا اللي هو ما يصير. ليش؟ لان هسه قلنا الفريكوانسي مال السامبل ريت لازم يكون اكبر بكثير بكل شواي من الفريكوانسي مال السيجنال. مثلا ايش دا يقول يابا عندي ساين ويف هي شنو؟ هي 2 كيلو هرتز، والسامبل مالتها 1.5 كيلو هرتز. فما هذا الشيء مو صحيح، يعني ما يصير، لازم اني هذا الفريكوانسي اكبر بكثير من هذا الفريكوانسي. ليش؟ لان هاي اذا اجينا اخذنا المقلوب مالتها على مود اطلع التي كابيتال اللي هي 1 على 2 كيلو، وهاي من اجي اريد اطلع التي سمول مالتها 1 على 1.5 كيلو، راح تطلع هاي التي اصغر من هاي، وهذا شيء ما يمكن. يعني هل من المعقول انه البريود اصغر من التي سمول؟ ما يصير. فلهذا يؤدي هذا الانحراف، هذا هو الاليازمي. هذا شلون حلو؟ اجى عالم اسمه نايكويست، عن هذا نايكويست راح تاخذوه بالكنترول بهندسه السيطره، هسه بمرحله ثالثه يعني ماده السيطره راح تاخذون النايكويست رول، بس انا راح اعطيكم مقدمه عليه. النايكويست رول اجى قال انا على مود احل مشكله الانحراف بعد ما تصير من عندي، لازم السامبل فريكوانسي يكون بالقليل اكبر بمرتين من الماكسيمم فريكونسي مال السيجنال، تو افويد اليازنج، على مود اتجنب الانحراف. يعني مثلا اذا السيجنال مالتي هي 2، فاقل شيء يعني 2 كيلو هيرتز، طبعا اقل شيء يعني هاي اقل شيء انه السامبل فريكونسي يكون اكبر بمرتين، هاي راح يكون 4 كيلو هيرتز. تمام، هنا ان شاء الله نكون خلصت وياكم المحاضرة الاولى، وهي كانت فتشي نحكي بيه على الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. انتظرونا ان شاء الله بالمحاضرة الجاية، وراح نحكي على انواع الاي تو دي اللي هي هاي شرحناها بداية المحاضرة مال السكسف ابروكسيميشن والفلاش وغيرها، بس نريد نعرف ليش مثلا هذا بطيء وهذا دقيق. عاد هسه احنا اصبحنا نعرفها انه ليش مثلا هذا دقيق لان دا ياخذ تقسيمات اكثر، وده ياخذ ريزوليوشن عدد بتات اكثر وهكذا. وليش مثلا اكو بعضهم سريع؟ لان ده يقلل بهذا النيف فيؤدي الى التحويل ما يصير سريع. تمام طلاب، اسمعوا الفيديو، اقروا المحاضره، اي احد عنده سؤال يقدر يسالني على التليجرام او على
أو على الإيميل. تحياتي لكم.